عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العشومي اجتماعا خاصا نصرة لأهالي فلسطين بمقر البرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان العربي والمقرر انعقادها غدا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الكبرى وتحت عنوان نصرة فلسطين وغزة بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني منذ بدء هذا العدوان الغاشم عليه في 7 أكتوبر الماضي ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. دورنا كبرلمان عربي للجم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته أمام المحكمة الجنايات الدولية، وأيضا من أجل كمان تجميد عضويته في العديد من اللجان الإقليمية والدولية. هذا الاجتماع هو مهم ومهم جدا، وعارفين أن دور البرلمان العربي كان واضح وكان موجود من يوم بدء الحرب على فلسطين، كذلك أن رئيس البرلمان العربي يعني كان يعمل لقاءات متكررة في هذا الشأن، كذلك زيارته للمعبر كانت مهمة جدا، زيارته للمستشفى كانت يعني مهمة جدا. بالنسبة وضع مأساوي بغزة يشوبه الدمار والحصار والتقتيل والتهجير. اجتماع تحضيري لاجتماع الغد، اجتماع العام للمجلس البرلمان العربي لدعم فلسطين ودعم غزة والضغط على المجتمع الدولي في شتى المجالات حتى في المحاكم الدولية لإدانة الكيان الغاصب والضغط على كافة الدول والأمم المتحدة لوقف هذا العدوان الغاشم البربري الوحشي الذي لم يمر على التاريخ مثل هذه المجازر التي ترتكب وأبشع المجازر والإبادة الجماعية.